السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم إن شاء الله حتكون على Trichuris trichura، وهي واحدة من Large Intestine Nematodes. حنا أصلاً Large Intestine Nematodes حناخد زوز، بس عندنا الانتروبيس فرميكلوريس اللي اخذناها، وهذه Trichuris trichura هما الوحيدات اللي موجودات في Large Intestine من عائلة Nematodes، يعني ندو عن Nematodes بس. تمام، كلمة Trichuris من وين جت؟ كلمة Trich معناها hair، معناها شعر، وUris معناها tail. فهم زمان أول ما استكشفوا الدودة هذه وشافوا شكلها تحت الميكروسكوب، لقوا إن هي من الأساس يعني التيل متاعها رقيق زي الشعر، رقيق هلبة. بس بعدين بعد سنين اكتشفوا إن المسمى هذا غلط، لأن اكتشفوا إن الجزء يلي رقيق هذا هو في الواقع الـ anterior portion مش الـ posterior. يعني هما كانوا يحسبون إن هو التيل متاعها، فلذا سموها إن هي التيل متاعها زي الشعر، يعني رقيق زي الشعر. بس بعدين اكتشفوا إن مش التيل هو الرقيق، الـ anterior portion هي الرقيقة، والـ posterior portion هيك it's thick. طبعا خلاص ما عادش قدروا يغيروا الاسم ومشى فيها Trichuris. بدوا يقولوا لها حتى whip worm اللي هي الدودة الصوتية، كلمة صوت مش صوت طبيعي، هذا صوتنا لا، صوت اللي هي بالسين اللي هو هذا زمان كانوا يستخدموا فيها كده، تعرفوا هيك يعذبوا بيه وهيك. فالصوت هذا شوفوا كيف شكله من قدام رقيق، هذا اللي كانوا يضربوا به يجلدوا به، ومن تالي حاجة تستك، فهي شكلها زي الويب بالضبط، فقالوا لها whip worm. تمام، طبعا ديزيز السبب فيه اسمه Trichuris. المورفولوجي متاعها زي ما قلنا ان هي thin من قدام وthick من تالي، والأج متاعها يشبه فيها قالك شكلها زي الليمونة او زي البرل شيب، برل شيب اللي هو البرميل. فقالك شوفوا بالفعل يعني شكلها زي الليمونة هيك الأجز متاعها. هذه يقولوا لها plugs، plugs اللي هما ريتو هذه اللي تلبسوا فيها متاع السماعات اللي تنحط على السماعة، هذه يقولوا لها plug، هذاك الطرف الشفاف البلاستيك. فهذا ما هنا قالك ان الحواشي متاعها فستهم plugs شفافات، وهي شكلها زي الليمونة او زي البرميل. تمام، بالنسبة للديفينيتيف هوست متاعها موجودة في الهيومنز، ممكن أيضا تعدي المونكيز والسواين. السواين اللي هما حشكل الخنازير، يعني نوع من الخنازير كله لسواين. الهابتات متاعها قلنا إن هي large intestine تحديدا في السيكم، والإنفكتيف ستيج والمود أوف إنفكشن خلينا ناخد اللايف سايكل وبعدين نعتوهم. تمام، فنجول اللايف سايكل. طبعا تعتبر أسهل لايف سايكل اللي عند الآن اخترناها، very basic، ما فيهاش أي حاجة غريبة. شوفوا نبدو بالهيومن. الهيومن هذا بياخد الانفكشن، من بياخده؟ بياخده من infected food and water، بيلقى الأجز اللي هما اسمهم embryonated eggs، هذه هي الانفكتيف ستيج. حيلقى الامبريونيتد eggs موجودة، هذه infected food and water، بياكلها الإنسان خلاص بيبلعها، وبعدين بتنزل لوطة لعند الانتستينز. عندما تنزل الانتستينز في small intestines تحديدا، حتطلع البلاجز هذاك الطرف الشفاف، ريتو هي هذه الأج ولا هذه نقوله امبريونيتد egg، فيمشي يتنحى الطرف هذا الشفاف وتطلع منه الدودة. فجيه هنا تطلع منها دودة، شن تولي؟ تولي لارفا اللي هي البيبي. تمشي لارفا هذه خلاص تنزل لوطة وتختم لعند ما توصل للسيكم. أما توصل للسيكم تتحول إلى adult male وfemale. يعني هي كانت egg، الأج هذه لازم تكون infective stage embryonated، وصلت الانتستينز طلعت من الأج، تكسرت طلعت اللارفا، اللارفا مشيت نزلت لوطة لعند السيكم وولت adult male وfemale. الadult male وfemale هادو حيديروا mating، حيطلعونا الأجز متاعهم. الأجز اللي حيطلعوهم مازال مش mature، مازال مش طيبات، فالأجز هادو حينزلوا مع ستول، ستول ينزل هوني. تمام، ستول حينزل في السويل، وبعدين لازم ياخدوا شوية وقت من 3 إلى 4 أسابيع باش يطيبوا كويس، باش يكبروا ويولوا embryonated eggs وتتعود cycle. يعني هم لو خذناهم هيك مش not infective خلاص ما عادش يقدروا يقعدوا، لازم يقعدوا من 3 إلى 4 أسابيع في السويل، فيقولوا لهم جيو هالمنثك، بعدين تكون جاهزة باش تعدي الإنسان. فهذه هي اللايف سايكل. منها نستنجو ان definitive host هو الهيومن، وكنا ممكن تعطي حتى المونكيز والخنازير حشاكم. الهابتات متاعها هي في اللارج انتستينز في السيكم. الانفكتيف ستيج متاعها هم الامبريونيتد اكس، لو كانوا مش امبريونيتد مش حيديروا لنا عدوى، لازم يكونوا امبريونيتد. وطريقة الانتقال من خلال انفكتيد فود اند ووتر. تمام، في الانفكتيف ستيج يعني هي الامبريونيتد اج، وقولوا لها جيو هالمنتيك لان هي تكبر في التربه. والمود اوف انفكشن هي انجشن اوف امبريونيتد اج ان كونتامينيتد فود اور ووتر. تمام، هذه اللايف سايكل قلناها. نجول الباثوجينيسيس. تو هي الدودة شندير أول ما تخش، مش قلتلكم إنها تمشي للارج انتستينز تحديدا في السيكم، هي شكلها هيك ولا من قدام هيك حاجة ثن. فهي الدودة هذه من الانتيريور بورشن متاعها تمشي للميوكوسا متاع الانتستينز وتخشش نفسها في الميوكوسا، تمشي هيك تدبس روحها في الميوكوسا. فالبارت هذه اللقطة اللي دارتها أولا إن هي حتخلي الميوكوسا يصير لها انفلاميشن وإريتيشن، ويبدأ مكان معرض للبكتيريا إن هو يصير له بكتيريال انفكشن. ثانيا إن هي بتتخشش نفسها، تمشي هي كلها تخترق الميوكوسا، اللقطة هذه بحد ذاتها حدير لنا بليدنج. طبعا هو البليدنج حيكون شوية، لكن أمتى يقعد لفترة طويلة حيدير لنا أنيميا. يعني لو قعد يوم يومين مش حيأثر، لكن
لكن زوز حاجات تأثر فيه إن هو يقعد كرونيك، إن متى يقعد فترة طويلة كل يوم ينزل 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 شوية دم. تاني مرات يكون عدد الترايكورس عدد كبير، فيبدو يحفروا في الوول متاع الانتستينز كلهم، في الميكوسا متاعهم كلهم. فأنتوا تخيلوا يعني الميكوسا كلها قاعد في دودات يخشوا فيهم ويديروا لنا في بليدنج، فهذا زوز حاجات حيديروا لنا أنيميا. تمام. ف the worm enters their anterior end، يعني anterior end تخششها deeply، يعني تخترق الميكوسا كلها وحدلنا damage. damage هذا أولا حيخلي الميكوسا عرضة للبكتيريال infection وحيدلنا slight bleeding، والbleeding هذا في حالات طويلة حيدلنا anemia. تمام. حاجة تانية تعالوا شوفوا معي، هذا large intestines، وراه هي قلنا إن هي موجودة في large intestines في السيكم، بعدين في الركتم. الركتم هادية أمتى التريكورس تقعد تحارب فيه وتقعد تخشش في الانتيريور بورشن متاعها وتدير له في inflammation وتدير له في irritation وتقعد تحارب. الوول متاع الركتم هذا بيصير له prolapse. إيش معنى prolapse؟ يعني بيطلع على برا. علاش؟ لأنه صار له إديمة وبدأ ضعيف وما عادش يقدر يقعد مشدود، فبيطلع لنا على برا. تبدا بيجيك patient الركتم هذا متاعها تلقاه على برا، هيك تلقاه هنا زي الكيس هذا. هذه هي الركتم، يعني كلها طلعت على برا. علاش؟ من كثرة هذا. شوفوا هذو الدودانت الصغار، هذو التراكرز قاعدات شدات في الركتم طبعا من الانتيريور بورشن، هيك مكبشين فيها كلهم مكبشين فيها لدرجة ان هي خلت الركتم ضعيف جدا. فمن كثرة ما هو ضعيف وما عادش يقدر يقعد مشدود مشى طلع برا. فهذه حاجة اسمها ركتال برولابس، هذه حاجة very specific و very characteristic of trachers. ديما تجيك حالة يقول لك ان البيشنت هذا، وهذه حاجة يسأل عليها هلبة هلبة، تجي حالة تقول لك ان البيشنت هذا عنده rectal prolapse، فانتو طول تفكروا trachers tracher. تمام. البيشنت ممكن ايضا يجي يشكينا من dysentery. شنو هي dysentery؟ dysentery هو ان امتى البيشنت اولا يجي شعور ان هو يبي يخش الحمام كل شوية، لكن امتى يخش الحمام ما يلقاش شيء، يعني يطلع يدوب ما يطلع شيء، يعني قبل ما يخش يبدأ يحس إنه خلاص هو عنده إسهال. أول ما يوصل الحمام يحاول يطلع سكويزنج، لكن ما فيش شيء يطلع، فهذا اسمه dysentery. ثانيا إن الحاجة ستولية اللي حيطلعها حيكون مخلط معه ميوكس ومعه بلد، فحتكون بلدي دايريا. فالكاركترستكس متاع dysentery إنه هو frequent evacuation، يعني هو يخش الحمام باستمرار لكن ما فيش شيء يطلع، يعني ولا نسبة صغيرة بس تطلع باهي. والنسبة اللي تطلع هذا حيكون مخلطة معها ميوكس ومعها بلد، وحيكون في وجع في الابدومن ريجن. طبعا هذا امتى يقعد الموضوع يعني يطور حيأثر على الجنرال هيلث متاع تشايلد، حيصير له نقص في النمو، وحيمكن يأثر حتى على المنتل هيلث متاعه ويصير له growth retardation. يعني يبدأ العقل متاعه مش زي عمره، هذا اسمه growth retardation، يعني بيبدأ أقل من عمره في النمو العقلي. تمام. وآخر حاجة إنه حيصير عنده eosinophilia طبيعي زي ما قلنا في every parasite، حيكون عنده eosinophilic blood reaction، بنديره تحليل دم وبنلقوا فيه eosinophilia. فهنا نعود ونقرأ the worm enters the anterior end deeply in the mucosa leads to have infection. حدلنا infection قوي، infection هذا حيسبب bacterial infection. In addition, slight blood loss which could lead to anemia and chronic cases. يعني هو صح كمية الدم اللي تطلع صغيرة، لكن أنت تقعد في حالات الكرونيك وتقعد هلبة حديلنا أنيميا. As a result of the worm embedded in the mucosa، يعني بسبب الدودة هذه اللي قاعدة في الميكوسا، الركتم هذا اللي هو this part حيصير له إديمة وحيطلع برا، وحيكون عنده rectal prolapse، وحيكون في dysentery اللي هو one of the complications. وهذا شرح dysentery اللي قلناه. Frequent evacuation يعني أنت قاعد تخش الحمام باستمرار، بتطلع small amounts، والsmall amounts هذا حيكون عندهم mucus والblood، وهذا حيأثر في النمو وفي النمو العقلي والجسدي. تمام. نجو تو الدايجنوستس. أول حاجة بيجيك patient بتاخد منك clinical history، بتقول له من شين يشكي، هو بيشرح لك بيقول لك أنا يا دكتور نخش الحمام هلبة، ديما بطني ديما عندي شعور إن أنا بنخش الحمام، لكن أنا بنخش ما بفرغش، يعني يا دوب ما يطلع شيء، وهداك شوية اللي نطلع يوجع فيها ويقعد مخلط معاه mucus ومعاه blood. تمام. ويدير لي في abdominal pain. تاني حاجة هذه طبعا واضحة، لو جاك patient بيقول لك أنا عندي rectal prolapse، طبعا هو ما يعرفش شنو هو، بيقول لك يا دكتور شوف لي، أنت بتفحص عليه بتلقى إنه هو عنده rectal prolapse، خلاص طول أنت بتعرف بتشك إن هذه trachers. طبعا في definitive diagnosis، إن أنت بتاخد عينة وبتشوف trachers نفسها تحت الميكروسكوب، هذا هو lab diagnosis. lab diagnosis تاخد عينة من ستول بتشوفها تحت الميكروسكوب، حتلقى الأج، والأج قلنا هذيك اللي شكلها زي lemon shaped أو barrel shaped، فvery يعني شكلها very specific and significant، في ساعة ما تنزبط. ممكن تاخد عينة من الدم دير blood test، شن عنده؟ حيكون عنده eosinophilia لأنه هو parasite، فهذه حاجة طبيعية. حيكون عنده anemia، نوع الأنيميا هذا يقولوا له microcytic hypochromic anemia. تمام. الأنيميا قلنا لأن trachers هذه الanterior portion تاعها بيقعد يحفر في الميكوسا ويديرنا في bleeding. طبعا حدير rectal examination or barium enema. barium enema ان انت تعطي barium لكن بتعطيه من لوطة،
فاحنا خدنا في واحدة من البريسس اللي فاتوا ان البريوم ميل ان انت البيشنت يعطوله يبلعها من فوق بس يشوفها في الانتستاينز في السمول انتستاينز او في الستومك. لكن هنا البريوم انيما ان هي بتنعطى من لوطه بتعطيه للبريوم بعدين بتفحص عليه بس تبدا تشوف في كل شيء واضح. يعني البريوم هي عباره عن ماده تنعطى ممكن تنعطى من قدام ممكن تنعطى من لوطه. تو احنا بما اننا بنكشف على اللارج انتستاينز بنعطوها من لوطه فيقولوا لها بريوم انيما. تريتمنت احنا بنعطوا له اربندازول بعدين في البريفنشن هم نفس اللي يتعودوا ان انت بتثقف البيشنت وبيرسونال هايجين هذه مهمه في كل بيرسي وماس تريتمنت انت تعالج البوبوليشن كلها باش انت تتخلص من دودا كومبليتلي خير ما تقعد تعالج كل واحد براحه تعالج هذا تمشي تجيل هذا تعالج هذا تجيل هذا ومش حتقعد في دوامه. فام تكون كان اندمك ان انت بتدير ماس تريتمنت وبتعالجهم كلهم تمام. يمكن نكون كملنا دودا التراكيرا ستراكيرا تعتبر اسهل واحده هي ومعها اختها ال انتروبيس فيرميكلاريس هاد الزوز يلي النيماتودز اللي موجودات في اللارج انتستانز والتانيات كلهم عندنا البلر انتشو وعندنا سمول انتستانال نيماتودز.